يطيب لي أن أشيد على وجه الخصوص بالروح الأخوية التوافقية التي سادت أشغال القمة، والتي سمحت لنا باستعراض الأوضاع السائدة في منطقتنا العربية وفي محيطنا الإقليمي وكذا على الساحة الدولية، واتخاذ عدد من القرارات الهامة التي من شأنها أن تتوجه بعملنا المشترك مباشرة نحو المواطن العربي للتكفل بهمومه والاستجابة لتطلعاته المشروعة. كما أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إطراء مخرجات قمتنا وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.